بسم الله لا فله ذاك شوي قدم الله تقديم فله يجيك شوي كبر يجيك اي لا ودك متسابق متواضع متسابقين مكبر ابو متسابقين استغفر الله غسل المقدمين فيهم كبر فيهم غطرسة ما شو بحكي الله العظيم لازم انا صرت اليوم مقدم ومستثمر ان شاء الله اصير مقدم كان صاحب القرار شيل الدنيا خلاص عرفت اركب البيز عرفت اتكلم صرت صاحب القرار خصم 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 العب فيهم استبعاد لا ارجع خلاص تعال روح اطلع لا خلاص امزح معك يلا روح ابراهيم لا خلاص تعال العب فيهم كذا لازم ايش يعطيك شيء حق بس والله غيري ما في احد وين العيال يا ولد؟ ما في احد خلي جاهم شيء فيهم شيء بسم الله الرحمن الرحيم والله ما في احد خيص لحالك ذا قريه ما في احد اوه النفسيه هذا وشو 1-18 غبي هذا حقتها الرجال بسم الله الله الجو جو اليوم جلسه خارجيه لازم اشغل اللمبات هذه عشان اجلس جلسه ايش خارجيه ممتعه وين الشباب؟ شو الكلام هذا؟ يا شباب والله ما في احد شو الكلام هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في فقرة انك ابنه ما فيه الا انا موجود في البث وين الشباب؟ لا اعلم لا اله الا الله كده داخل محل اثاث ما شاء الله الطقم ذا حلو الطقم هذا شباب كم الطقم هذا ما شاء الله لا غالي هذا ما الطقم هذا كويس كم الطقم هذا غالي طيب الطقم هذا ما شاء الله ما شاء الله خلاص اعطني الطقم هذا خلاص راحت عليك ابو غلا بقدم فقرتك خلاص قد فقرت ابو غلا بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا مساء الخير مسعد الله مساكم في فقره نسائم نلتقيكم اليوم بحلقه جديده بمشيئه الله على هذه الشاشه الكبيره العظيمه اليوم ضيفي وضيفكم الشاعر الشيخ الدكتور البروفيسور والمعلم المستثمر كلهم ضيفهم راحت عليك ابو غلا خلاص دور قناه ثانيه ابو غلا ولا اسحب نفسك من البرنامج شي ينقصني عنك ابو غلا حط مخاد هنا عشان ايش عشان تبرز يا المقدم ما هو قصدي الطول لكن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم واهلا بكم وسهلا تدريبين اعرف كيف انطلق اهلا بكم في برنامج خلينا نقدم مقاطع كلها اهلا بكم اهلا وسهلا هنروح اقدم حقه راس المال حمد فرح مع محمد بن مع محمد فرح راس المال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم كل خير في حلقه جديده من برنامجكم من فقرتكم راس المال اليوم عندنا مقاطع وعندنا تغريدات وعندنا اكثر من مقطع واكثر من تغريده عطني صدى يا مخرج عندي اكثر من مقطع واكثر من المتسابقين الحاضرين شلونكم يا شباب مساكم طيبين كيف الحال اول المقاطع الفيديو لي انا كيفكم شغل المقطع
ما شاء الله. أشكر فريق دعمي على هذه المقطع والتصميم، أعطي صدى، أحس نفسي إني موجود على هذا التصميم الرائع. شكرا لك أخي فريق الدعم، أشكركم شكرا جزيلا، ويظل الله وجهكم. بالله أعطني شيء، بلعب الحالي، بلعب، شغلي شيء، تكفى تكفى، طالبك شغل شيء استانس. مع محمد مفرح فقرة راس. هلا هلا شو مرحبا مقدم، راح المقدم دقيقة 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 بس الله قاعد اقدم حقت محمد مفرح. خلاص بطشت قدمت حقت ابو غلط هناك. انا اليوم يلا نادني نادني عشان اكلم اهلي. مع فقرة راس المال انس ولد عاد اشياء. اهلا وسهلا بكم في فقرة راس المال. بطشت انا خلاص، ما انا بطشت، ما عندي الا فقرات. قدمت ابو غلط هنا قبل شوي مكان ابو غلط ما عندي هنا دف ابو معجب. انت حلال الصعيبات يضعفك. ما مين؟ لا لا تروح شو، خليه يجي هو كل ما جاء. طيب الان اول مقطع معنا في فقره راس المال الفارس الحربي. تقول ثقيل من علوم الطيبه. تعال يا فارس. هلا جاك مقطع من فريق دعمك او من احد الجماهير. تفضل يا فارس. متابعين ومحبين وداعمين. اي تفضل انظف الشاشه. الله ايش تقول راشد؟ ها حاتم. طبعا هذا المقطع انا ما ادري كيف توصلوا له. توصلوا اني شد حيلك 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 معلش معلش شد حيلك شد حيلك شد حيلك بابا شد حيلك. انا اشكر فريق الدعم صراحه من هذا المنبر، جمايلهم علي واجد، وعسى الله يقدرني على رد معاريف. ومشكر اخوي انس مقدم راس المال، الله يطول ومقدم المستثمر، وان